انبي غطيناها قبل كده وشفنا اخر استعدادات انبي. بنشوف المقاولين العرب ايضا، بنشوف كمان نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي من قطاعات الناشئين القويه اللي دايما بتنافس على بطولات الجمهوريه. ايضا الاسماعيلي السنه الموسم الماضي اخذ بطوله 99، كانت بطوله الجمهوريه. ومن طيب هنشوف معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ محمود درويش الصحفي بموقع فيتو واخر استعدادات الانديه لانطلاق بطوله الجمهوريه. ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله كابتن اسامه، كل سنه وحضرتك طيب. وفي البدايه بحب اهني شعب مصر على فوز منتخب اليد ببطوله كاس العالم للناشئين بمقدونيا. طبعا فرحه حلوه، وطول ما في تخطيط طول ما بيبقى في نجاحات واضحه كمان، وبتبقى على ارض صلبه مش ما بتظهرش طفره. تمام، ونتمنى ان كره القدم تتعدي من انجازات كره اليد الفتره الماضيه. تمام استاذ محمود، اخر استعدادات الانديه لانطلاق بطوله الدوري ان شاء الله اللي هتنطلق يوم 23 بدايه مباراه الاهلي والسموحه، استعدادات الانديه الاخرى. الانديه الاخرى في الانبي، المقاولين العرب، الاهلي، يعتبر من ثلاث قطاعات ناشئين، افضل ثلاث قطاعات ناشئين في مصر. اهتموا باقامه معسكرات خارجيه، يعني نادي الانبي على سبيل المثال مواليد 2001 عمل معسكر في الاسماعيليه قبل العيد، و2003 هيطلع معسكر من 23 الشهر الجاري، و99 من 25، و2004 استعدادا لانطلاق دور الجمهوريه. ده نادي انبي؟ نادي الاهلي. يوم الخميس المقبل هيحدد بشكل كبير معسكراته لمواليد 2003 و2004. على الناحيه الثانيه نادي المقاولين العرب، فرق الجمهوريه، فرق مواليد 2001 و2004 لمعسكر اسكندريه قبل عيد الاضحى المبارك، وهذه الايام مواليد 99 و2003 في الاسكندريه ايضا. قطاعات الناشئين بقى الاخرى، في برضه قطاعات ناشئين بتستعدد بشكل جيد جدا وتسير بخطه طيبه، زي قطاع الناشئين بيقول طلائع الجيش، فريق السنه اللي فاتت 2001 الاهلي، بطوله 2001 اللي فاز بيها الاهلي بجداره. في قطاعات ناشئين برضو نادي مصر المقاصه برضو بتستعد على قدم وساق. نادي الاسماعيلي اعلنت تشكيل قطاع الناشئين وكابتن طارق الدين رئيس قطاع الناشئين، ويعتبر نادي الاسماعيلي برضو بيضم لعيبه وذخيره من اللاعبين المميزين. كل الانديه على ما اظن ان هي اهتمت خلال الفتره الماضيه بالناشئين، لان الناشئين هم عصب الفريق الاول في المستقبل. تمام. المفروض ان الانديه تلجا لهم لانهم هم بيوفروا على الانديه ملايين الجنيهات. تمام. عايز اخد رايك يا استاذ محمود في الغاء بطوله 2005 جمهوريه. يعني كان اتحاد الكوره او المناطق اختارت الانديه ان البطوله اختياري اللي عايز يدخل فيها جمهوريه او مناطق، فاستقر الامر ان معظم الانديه انها تكون منطقه. ايه رايك في هذا القرار؟ هو المفروض اصلا اتحاد الكوره بينظم اربع مسابقات جمهوريه، كان المسابقه الرابعه اللي هي المفروض 2004 تكون اختياريه. انا اتحاد الكوره فاجئ الجميع بوجود اربع مسابقات اجباريه و2005 اختياريه. تمام. انا كنت شايف ان 2005 من الصعب اقامتها لاسباب كتير، يعني 2005 لسه طالعين من براعم، مرحله براعم، يعني مثلا اللي فاتت كانوا بيلعبوا براعم، ازاي يلعبوا دوري جمهوريه على طول؟ انا كانت لعبه صعبه بالنسبه لهم. اول سنه تبقى جمهوريه فتبقى فيها صعوبه فعلا. الحاجه الثانيه برضو انا كنت بتكلم فيها، الميزانيه تبقى عبء يعني ثقيل على الانديه، هتبقى ميزانيات كتير. وفي مشاكل كمان، يعني نادي اسوان على سبيل المثال، هل نادي اسوان هيقدر يوفي بوجوده في الماتشات دوري الجمهوريه في الاربع مواليد؟ انا شايف ان العمليه صعبه الصراحه بالنسبه لنادي اسوان. تمام. في بقى معلومه يا كابتن اسامه، اتحاد الكوره قالوا في خلال اجراء القرعه ان هم هيقوموا بدعم الانديه من اجل بطولات دوري الجمهوريه. طبعا انت الميزانيات بتطلع كبيره جدا، سواء اقامه او معسكرات او سفر، فاتحاد الكوره نوه في خلال اجتماع القرعه انه هيقوم بدعم الانديه. ولا اتمنى ان اتحاد الكوره يوفي بهذا الامر. تمام. عايز اخدك لمنطقه تانية هي الغاء بطوله 97. اكيد بطوله 97 انت لما بتتكلم عن
لاعب 21 سنه و22 سنه اكيد لازم يكون مشارك في الفريق الاول. بس من الاولى ان اتحاد الكره يخطر الانديه قبلها بسنه وسنتين، ان 97 مش هتكون موجوده، عشان حتى الانديه اللي عندها لعيبه مميزه تقدر تسوقها، تقدر يعني تضمها للفريق الاول. السنه دي اتحاد الكره خد قرار مفاجئ، الغاء بطوله 97. فالنهارده كان فريق زي النادي الاهلي عنده عناصر كبيره مميزه، النهارده مشت فري، ما قدرش يستغلها النادي الاهلي. ايه رايك في الغاء بطوله 97 يا استاذ محمود؟ انا موضوع الغاء البطولات المفترض ان اتحاد الكوره يسير وفق خطه منظمه، يعني احنا نبقى عارفين السنه الجايه في بطوله مواليد 99 او ما فيش، المفروض يبقى في خطه منظمه من الاتحاد الانديه تكون مشاركه في اعدادها، يعني الانديه ما يجيش القرار بين يوم وليله وتلاقي القرار موجود. تمام. انا شايف ان ده امر صعب على الانديه، يعني الاهلي انا شايف ان الاهلي اكثر الانديه ضررا من الغاء بطوله 99، لان في لعيبه عنده كتير الاهلي جهزها وعلى مدار السنين اللي فاتت رحلت ببلاش، واللعيبه ديت هنشوفها في انديه الدوري الممتاز السنه دي في اكثر من فريق، يعني هشام شعبان في طنطا ومحمد عصام الغندور في الانتاج الحربي، محمود عزت في سموحه، النادي الاهلي. انا شايف ان ده نجاح للنادي الاهلي ان بقى في لعيبته من قطاع الناشئين يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في الانديه الاخرى. تمام. مساله ان اتحاد الكوره يقوم بالغاء البطوله، انا شايف ان يلغي البطوله او يستحدث بطوله لدوري جمهوريه او قطاعات، والمفروض يقعد مع رؤساء قطاعات الناشئين في الانديه او ما يمثل رؤساء قطاعات ويقوم باعداد خطه لدراسه كيفيه اقامه المسابقات. تمام. يعني انت بتنادي لما يبقى في قرار من اتحاد الكره لازم يشارك الانديه فيه، ما يبقاش قرار يعني اتحاد الكره بيصدر قرار لوحده، لازم يشرك الانديه او ياخد راي الانديه يا استاذ محمود. طبعا لان الانديه في الاخر هي اللي بتتاثر تاثير سلبي بقرار اتحاد الكره، والانديه هي الضلع الرئيسي في هذه القرارات، فكيف يتم اتخاذ قرارات بالغاء المسابقه او اقامه مسابقه لدوري جمهوريه بدون اي الانديه؟ شايف ان عمليه صعبه. تمام. اخر التغييرات بقى في قطاعات الناشئين في مصر كلها، مين اللي غير رؤساء قطاعات الناشئين او المدربين داخل قطاعات الناشئين يا استاذ محمود؟ انا شايف السنه دي برضو عشان نلقي الضوء على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شايف ان النادي الاهلي عمل حاجه كويسه جدا السنه دي باستمرار الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. السنين اللي فاتت كان كل سنه النادي الاهلي بيغير رئيس قطاع الناشئين، وده كان بيبقى حاجه سلبيه على القطاع. تمام. النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب جابوا الثقه في الكابتن فتحي مبروك، وانا شايف ان القرار سليم، قرار سليم 100% ويؤدي الى حدوث نجاحات كبيره في قطاع الناشئين، وخصوصا قطاع الناشئين في النادي الاهلي السنه اللي فاتت حصل على العديد من البطولات والانجازات، وان هو هيقدر السنه دي ان شاء الله ان هو يقدر يعمل طفره في المسابقات اللي هيشارك فيها سواء في دوري الجمهوريه او المناطق او براعي قطاعات. تمام. اخيرا يا استاذ محمود، واحنا كان لنا تجربه فريده السنه اللي فاتت على شاشه قناه النادي الاهلي وهي اذاعه المباريات حصريا، وكانت اول مره في الاعلام الرياضي ان في مباريات للناشئين تذاع على قناه رياضيه، كانت شاشه قناه النادي الاهلي، وسلطنا الضوء على مواهب في النادي الاهلي والفرق الاخرى، وكمان سلطنا الضوء على مديرين فنيين وكمان حكام. ايه رايك في التجربه دي، خاصه ان شاء الله السنه دي برضو هتكون على السنه الثانيه على التوالي ان شاء الله هنعملها على شاشه قناه النادي الاهلي؟ دي حاجه مميزه جدا يا كابتن اسامه، وقناه الاهلي دايما سباقه، واتمنى ان القنوات تسير القنوات الرياضيه تسير حجم قناه النادي الاهلي وتهتم اكثر بالناشئين، لان الناشئين يقول لك هم القاعده اللي تقدر بعد كده تقدر تستفيد بيهم مع الانتخابات الوطنيه المنتخب الاول او منتخبات الناشئين في الوقت القادم، ونقدر نحقق انجاز زي انجاز منتخب اليد اللي شرف منتخب مصر في العالم كله. واحنا بنشكرك وبنحييك على المساحه الكبيره اللي بتفردوها وبتغطوها في موقع فيتو لاخبار الناشئين